بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سليمان محمد، ساكن في مدينة برج العرب في اسكندرية. يعني حابب كريستيانو أولا، كان أنا بلعب زيه، يعني حاولت إن أنا أطور من نفسي إن أنا أبقى يعني زيه يعني في اللعب. بس بلعب في نادي الجزيرة في رابعة تجارة جامعة اسكندرية. أنا على طول في الجامعة، يعني في ناس كتير، ده موقف بيحصل معايا، موقف يعني بتبقى محرجة بالنسبة لي بس عادية، يعني ان هو الناس بتطلب تتصور معايا عشان شبه كريستيانو، بيعلقوا كتير. ففي يوم انا رحت الجامعة عادي زي اي يوم، مش عارف، اليوم عادي يعني قضى زي اي يوم عادي، ناس كتير اتصورت معايا زي اي يوم بيحصل معايا يعني. وانا مروح فتحت الفيسبوك عادي، لقيت حد من صحابي بيقول لي انت حد صورك وصورتك نزلت على بيدج كبيرة يعني وكده، فقلت له ابعت لي صورة، بعتها لي، فعلا بعت لي صورة حد صورني يعني وانا ما اعرفش مين. فبعد كده بقى انا خدت الامر عادي يعني، نمت صحيت لقيت الصفحة، الصورة نزلت على صفحة بيجات كتير في الفيسبوك، صفحة حسام غالي وصفحة جامعة اسكندرية، وانتشرت كتير جدا يعني. وبعد كده نزلت مرة واحدة، لقيتها نزلت على يلا كورة وعلى صدى الملاعب MBC، فعملت ضجة كبيرة يعني، غيرت الفيسبوك عندي 180 درجة يعني. موضوع التصوير ده يعني هو عامة موضوع محرج بالنسبة لي كتير، بس أنا ما برضاش أرفض لحد طلب زي ده يعني. في ناس طلبت تصور معايا عافية كده يعني، هو يعني واحد وقف مسكني من إيدي وقال أنا لازم أتصور معاك دلوقتي، ويعني نده على، هو ما كانش معاه موبايل، قاعد ينده على أصحابه وقال حد يجيب تليفون دلوقتي عشان يصورني يعني. فده كان موقف أنا يعني اتحركت فيه جدا وضحكت فيه كتير يعني. ايوه، انا بلعب في نادي الجزيره قسم التالت في اسكندريه ومطروح، هو يعني مجموعه واحده. حابب ان اكون في مكان افضل طبعا يعني، لان انا بحاول اطور من مستواي اني العب في نادي كبير، ومش انا لوحدي يعني، ناس كتير برضو اكيد طموحاتهم حاجه زي كده. موضوع الزمالك ستور ده مكان كانوا عايزين زي موديل كده يصوروني فيه، بس يعني حاجه زي كده. بصراحة مش عارف، أنا مش عارف موضوع زي ده أعمل فيه إيه يعني، أنا أول مرة أتحط في موقف زي ده، بس أنا شايف إنها في الكورة تبقى أفضل يعني. يعني بس مفيش مشكلة برضو لو كان في حاجة زي كده يعني. هو واحد كان عايز يوديني مكان أحسن، بس حسيت إن هو بيستغلني يعني، يعني عايز ياخد مثلا نسبة عالية من الفلوس اللي أنا هاخدها من النادي ده، فأنا ما حبيتش كده يعني، حسيت إن هو هيحتكرني ليه. حتى قال لي لو في نادي تاني بعد النادي اللي أنت هتلعب فيه ده رحت له برضه هيبقى ليه نسبة برضه، فحبيت انها تبقى بمجهودي اكتر من ابقى واحد يعني واخدني كده تابعوا يعني. اخباري على موقع وشوشة.org على الانترنت. كريستيانو مصر.